مزيد من المتابعة والتفاصيل بينضم إلينا أستاذ محمد عادل هيكل، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك يا فندم. أهلا أستاذ محمد، دعني أبدأ معك أيضا بوصفك للمشاهد واللقطات التي نتابعها منذ الساعة 9 صباحا على اختلاف توقيت كل دولة للتصويت في الخارج من قبل المصريين. يعني الحقيقة مشهد مشرف ان احنا من بداية اليوم بنشوف توافد ابناء المصريين المقيمين في الخارج على القنصليات والسفارات المصرية مع بداية اليوم من امبارح بقى بالليل حتى في نيوزيلندا وفي دول اسيا وفي استراليا. طبعا بقى مع بداية اليوم في الدول العربية بالذات بقى بعد فترة الظهر، بعد الفترة اللي احنا فيها والفترة اللي احنا فيها شايفين زيادة في الاعداد في الدول العربية نتيجة طبعا كون اليوم اجازه رسميه، اجازه نهايه الاسبوع في معظم الدول الاسلاميه والعربيه، ففي زياده في اعداد وفي حجز وتواجد واضح للناشدين وشايفين عدد كبير جيد جدا امام القنصليات والسفارات بشكل عام في بالاخص في الدول العربيه، ويمكن شايفين كمان ده في الدول الاجنبيه بيحصل برضو، ولكن لاعتبار ان اليوم يوم عمل في الدول الغربيه يمكن نشوف زيادة أكبر في الأيام الجاية، بخصوص إن الأيام الجاية في الدول الأجنبية بتبقى يوم أجازة، يوم أجازة من العمل يعني. متابعين جاي بشكل جيد الجهود الدبلوماسية، جهود البعثات الدبلوماسية المصرية اللي كان ليها دور زي ما الدكتور كان مع حضرتك كان قبل ليا عن حث المواطنين بقى يجوا ينتسبوا. أستاذ محمد أستاذ محمد بستأذن من حضرتك لو تغير المكان اللي بتحدثني منه، الصوت بيتقطع يا فندم. تفضل. سامعني كده يا فندم؟ تفضل يا فندم، سامع حضرتك. طبعا الشعر على مدى بقى الفترة اللي فاتت كان فيه جهود دبلوماسية من البعثات الدبلوماسية ساعدت إن المواطنين، شجعت المواطنين بالفعل إن هم يشاركوا في الاستحقاق الدستوري وإديتهم وضحت لهم أهمية الدور ده وأهمية إن هم يدلوا بصوتهم في الخارج. شفنا ده بقى في السفارات المختلفة، في الجهود المختلفة على مدى الشهور اللي فاتت، شفنا ده في المبادرات. يمكن كان مؤثر بالنسبة لنا جدا فكرة المبادرة اللي اطرحت بخصوص السيارات، استيراد السيارات من الخارج، كانت منها ومن مبادرات ثانية ومن لقاءات أخرى البعثات الدبلوماسية قامت بيها في الخارج، شجعت الناس أكتر على الإقبال على الانتخابات، وشايفين ده بيترجم دلوقتي الدول الغربية وفي الدول الغربية فعلا يعني، وشايفين التواجد محترم جدا وجيد جدا لحد الآن. طيب يعني أيضا فيما يتعلق بما تفضلت بذكره، سير العملية الانتخابية إلى أي مدى بيعطي صورة للعالم عن مصر في ظل أزمات إقليمية؟ طبعا هي صورة معبرة جدا عن مدى تلاحم الشعب، مدى فهمه للتحديات اللي حواليه، مدى حرصه على المشاركة، ده بيعكس للعالم كله مدى تماسك الدولة، مدى تماسك الشعب، تفهمه للتحدي الراهن، التحدي الإقليمي اللي حوالينا. يعني دولة بحجم مصر في حدودها في تهديدات إقليمية واضحة، سواء في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو في الجنوب أو في الشرق ناحية أو في الغرب، كون ده كله بيحصل والناخب حريص إنه ينزل سواء في الخارج أو في الداخل، دي رسالة واضحة للدنيا كلها إن الناس دي أو الشعب فاهم أهمية ده وفاهم هو ليه رايح يصوت. هو الموضوع مش مجرد تصويت او مشاركه بالصوت، هو موضوع اكبر من كده بالنسبه للمصريين طبعا، لانه بيعبر للعالم كله ان هو واعي ومدرك لاهميه دوره اللي بينعكس بعد كده في اهميه بلده واهميه تواجدها على الساحه الاقليميه والدوليه. وهذا يجعلني اسالك في هذه النقطه تحديدا استاذ محمد، يعني ايام الانتخابات الرئاسيه الحقيقه هي ايام مهمه مشهوده في تاريخ مصر المعاصر، لانها بتمثل الحقيقه ضلع اساسي لعمليه الاصلاح السياسي اللي توجت مسار التنميه السياسيه في مصر. الى اي مدى هناك وعي لدى المواطن سواء كان في الخارج او حتى في الداخل بهذه النقطه؟ احنا شفنا الوطني وبحرص الناس بره مصر ان هم يتابعوا مجريات الحوار الوطني على سبيل المثال. المواطن المصري بطبيعته عنده نزعه تجاه وطنه وانتماء شديد جدا، يعني مختلفه عن باقي الجنسيات ممكن نقول، وده بيشجع المواطنين. لو حضرتك بتتكلمي عن الوعي، الدوله والبعثات الدبلوماسيه زي ما كنت اتكلمت حضرتك عملوا جهود مضنيه جدا الفتره اللي فاتت بتوعية أهمية الدور وتوعية أهمية المصريين في الخارج بدورهم، وبيبقى يوم جميل إن المصري يشارك ويصوت ويبقى الناس شايفاه بره مصر، شايفين إن بلده عندها انتخابات، عنده هو حدث مهم بلده بيشاركه. يمكن الناس مش شايفة ده بس يمكن دول كتير حوالينا بتبص لده،
وبتشوف بتقول ده المصريين عندهم يوم النهارده، ايه الموضوع ده؟ طبعا حاجه كبيره وحاجه محترمه جدا. الناس يمكن مش دول كتير عندها التصويت في الخارج، مش كل دول العالم بتعمل كده، فدي حاجه بتبقى مؤشر للناس بتبص لنا ازاي. المصري بطبيعته كمان حرصه على المشاركه، ده رساله للدنيا كلها، بيقول للجيران واللي بره للمجتمع اللي هو عايش فيه، انا قوميتي وانتمائي في الاول في الاخر لبلدي وحريص على المشاركه بغض النظر عن اختلاف صوته لاني مرشح، لكن هو حريص على التواجد وعلى المشاركه وعلى الظهور وعلى في مشاهد كانها ناس حريصه على التواجد اعلاميا، حريصين ان هم يظهروا في التلفزيون او يعملوا لقاء من المواطنين اللي موجودين في الخارج. ده حرص وحب للوطن من غير اي دوافع، من غير اي تدخلات يعني خارجيه، ودي حاجه بتدل على وعي المواطن وحبه لبلده وقد ايه هو فاهم قيمه وجوده داخل القنصليه او السفاره، وان هو يحط صوته بايده في الصندوق، دي حاجه مهمه احنا فاهمين اهميتها، الشعوب والناس في الدنيا كلها فاهمه اهميه فكره التصويت وفكره الحق الدستوري للتصويت، واحنا كمان فاهمين ده، والمواطن المصري فاهم ده كويس وبيحرص طبعا ان هو يعمل ده، وده زي ما حضرتك شايفه احنا بنركز في الصور اللي بتجينا من الصبح يعني في الدول الغربيه في الدول العربيه، واحنا متابعين طبعا لده كله، وفي حاله جيده جدا، في حاله ايجابيه في الخارج، وان شاء الله تستمر على مدى اليومين الجايين كمان بإذن. اخيرا استاذ محمد دعني اسالك، من متابعتك ما هي اهم اهتمامات المصريين في الخارج، اولوياتهم؟ بالتاكيد اولوياتهم يعني معظم المصريين في الخارج بيبص لابنائه، لو هو اب او اسره عندها ابناء بيبص بيطلع لابنائه لمشاكلهم الدراسيه، لما بيجي مثلا الاولاد يرجعوا مصر ازاي يعادل المشاكل الدراسيه، تعديل دخول الجامعه والى ما ذلك، برضه فكره طبعا التسهيل بقى فكره التنقل والتحويلات للمصريين بالخارج اللي بتمثل لنا بالنسبه لمصر احد اهم يعني روافد الاقتصاد المصري وضلع مهم في الاقتصاد المصري، التحويلات اللي بتجينا من الخارج، مساله الاقامه وتجديد الاقامات نعم تجديدات جواز السفر، والقسم القنصلي والبعثات الدبلوماسيه الحقيقه يمكن في السنه الاخيره كان ليها دور فعلا قوي جدا مشهود، والناس في الخارج حتى دوله مستنى في تغيير، في حرص على التواصل مع المواطنين. حضرتك معظم البعثات الدبلوماسيه حرصت على التواصل مع المواطنين في شتى انحاء العالم الموجودين بره مصر عشان تحسهم على التصويت، وبتسال يا جماعه محتاجين حاجه، طب في لو في اجراءات عجلها. الامور دي كلها بتربط المواطن ببلده حتى بالتأكيد. هو بره في ناس بتبقى عايشه سنين بره بال 10 ل 15 سنه بره عن الاحساس ان هو منتمي وفي سفاره او قنصليه بتسال عليه، بتنعكس طبعا في دوره بقى لما بينزل يصوت، في اهتماماته زي ما حضرتك بتتكلمي، عنده اهتمامات كتير، القنصليه بيبقى لها دور كبير جدا في ان هي بالتأكيد تحتضن المصريين في الخارج وترد على استفساراتهم وتكون في قلب اهتماماتهم طبعا. بالتأكيد طبعا. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا استاذ محمد عادل هيكل، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.